أنت مع من؟ أنت مع الخالق، وخصومك مع المخلوقين، أنت مع الرازق، وخصومك مع المرزوقين، أنت مع من بيده ملكوت السماوات والأرض، أنت مع من؟ كل من في الكون دونه، دونه في القوة، قوتهم من قوته، لا وجود لهم أمام وجوده. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أيعقل أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره وأن يخوفك من خصومك وأن يحيجك إليهم وأن يسلطهم عليك وأن يجعل مصيرك بين أيديهم؟ لكن إن لم نعبده ربما كان ذلك، ربما كان المقصر فتنة للكافر، ربما سلط الكافر على المؤمن. لكن إذا كان المؤمن عبدا لله بالمعنى الصحيح، أليس الله بكاف عبده؟ انظر إلى التاريخ، سيدنا يوسف كان عبدا لله عز وجل، ماذا استطاع أن يفعل معه إخوته الذين حسدوه وكادوا له وألقوه في الجب؟ ماذا فعلوا معه؟ كانت النهاية أن دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية لها تطبيق عملي في حياتنا اليومية. يعني أنت إذا كنت مع الله لا ينبغي أن تخاف أحدا، لا ينبغي أن تخشى أحدا، لا ينبغي أن تستجيب لتهديد ولا لوعيد، لأنك مع الذي من بيده ملكوت السماوات والأرض. أنت مع من خصومك كلهم في قبضته. أتخشى أناسا والله معك؟ أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني الله يكفي عبده. أو كأن هذه الآية تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتبع النبي، وتطمين للمؤمنين إلى يوم الدين. أليس الله بكاف عبده؟ الله جل، انظر إلى المؤمنين، يكفيهم مؤنتهم، يكفيهم حاجاتهم، يؤويهم في بيوت، يزوجهم مؤمنات طيبات طاهرات، يرزقهم ذرية صالحة، يعلي شأنهم في الدنيا، ييسر أمورهم. أما إذا قصروا، أما إذا خالفوا، أما إذا خرجوا عن منهج الله فيؤدبهم لأنه ربهم. يكفيهم إن عصوه بالتأديب، ويكفيهم إن أطاعوه بالتكريم، يكفيهم إن اعتصموا به يكفيهم خصومهم، يكفيهم إن أقبلوا عليه شقاء الدنيا، يكفيهم إن استجابوا له ما في الحياة الدنيا من متاعب. أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية لو عرفها المؤمنون حق المعرفة، لو فهموا أبعادها، لو وضعوا أيديهم على مضمونها، لامتلأت قلوبهم طمأنينة لا يعلمها إلا الله. وما المتاعب التي يعاني منها المؤمنون إلا بسبب تقصيرهم في عبوديتهم لله عز وجل. هم يعبدون الله في بعض الأمور ولا يعبدونه في أمور أخرى. هم لا يرون الله واحدا، لا يرون الله بيده كل شيء، يخافون من أشخاص كثيرين، يرجون ما عند الناس ولا يرجون ما عند الله. يعني الضغوط التي يتحملها المسلمون بسبب تقصيرهم في عبوديتهم لله عز وجل. لو أنهم عبدوه لكفاهم كل مؤنة، لكفاهم أمر دنياهم، لكفاهم أمر آخرتهم، لكفاهم خصومهم، لكفاهم هؤلاء الذين يكيدون لهم. ولكم في تاريخ المسلمين خير دليل على هذه الآية: كلما كان المسلمون مع الله كان الله معهم،
وكلما انحرفوا إلى الدنيا وإلى الشهوات وإلى حظوظهم، كلما قصروا في تطبيق أمر ربهم كفاهم الله أمر أنفسهم بالتأديب. يأتي التأديب: أليس الله بكاف عبده؟ استفهام تقريري، والله جل جلاله علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. الله جل جلاله يكفي نبيه وكل من اتبع نبيه وكل مؤمن إلى يوم القيامة، والأمر بيده وحده. إذا ألقنا بمضمون هذه الآية انتزعت هذه الآية كل خوف، استأصلت كل قلق، كل قلق، انزاح عن قلب المؤمن كل هم وكل حزن. لذلك من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أيعقل أن تكون مع الله ويسلمك إلى عباده الذين لا يحبهم، أن تكون مع الله ويحيجك إلى عباد لؤماء، أن تكون مع الله ويقوي أعداءك عليك، أن تكون مع الله وأن يجعل حاجتك إليهم، أن يذلك بين أيديهم، أن يجعلك تستخذي أمامهم، أن يجعلك تخنع لسيوفهم وأنت معه. أليس الله بعزيز؟ هل تقتضي عزته أن تكون ذليلا؟ ألا تقرأ دعاء الثناء كل يوم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك إنه لا يذل من واليت، لا يذل من واليت، إنك عزيز يا رب، ولا يعز من عاديت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني أنت حينما تخشى الناس وأنت مستقيم على أمر الله عز وجل، معنى ذلك أنك لا تعرف الله، لا تعرف ألوهيته، ولا تعرف ربوبيته، ولا تعرف وحدانيته. حينما ترى أقوياء يتصرفون، حينما ترجو ما عندهم، أو حينما تخشى بأسهم، أنت لا تعرف الله عز وجل. هذه الآية لم تتحقق بها، لذلك تسرب الخوف إلى قلبك، تسرب القلق، تسرب الشعور بالقهر. أليس الله بكاف عبده؟ تكون معه ولا يكفيك؟ تكون معه ويسلمك إلى أعدائك؟ تكون معه ويقهرك أمام خصومك؟ أهكذا أخلاق الله عز وجل؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كلام خالق الكون: يعبدونني. حيثما ترى أن المسلمين مصابون يسلط عليهم أعداؤهم، ينال أعداؤهم منهم كل نيل، يجب أن تعلم علم اليقين أن هناك نقصا في عبوديتهم لله عز وجل، لأنهم لو كانوا عبيده كما أراد لكفاهم كل مؤنة، ولجعل كلمتهم هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فيا أيها الإخوة الأكارم، لنجعل كل همنا أن نعبده حق العبادة، أن نتقيه حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، جاهدوا حق الجهاد، واتقوا حق التقوى، وأطيعوا حق الطاعة، وآمنوا حق الإيمان،
وتحققوا من عبوديتكم لله عز وجل من أجل أن يكفيكم كل مؤنة. وحينما يبدو لبعض المسلمين أن الله تخلى عنهم، والله ما تخلى عنهم، ولكن أراد أن يؤدبهم، أراد أن يجعلهم مؤمنين حقا، أراد أن يجعلهم مسلمين حقا، أراد أن يدفعهم إلى أبوابه، أراد أن يحملهم على التوبة، أراد أن ينقذهم من شرور أنفسهم حينما سلط عليهم أعداءهم. أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هنا كما قال معظم المفسرين هو النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تقف مكة كلها ضده؟ ألم تأتمر على قتله؟ ألم تخرج أصحابه؟ ألم تنكل بهم؟ ما الذي حدث؟ في أول مواجهة بين النبي وأصحابه وكفار مكة خاطب النبي قتلى قريش وهم أبطالها وصناديدها، قال يا عتبة بن شيبة، يا أمية بن خلف، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا وهم قتلى، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. أيها الإخوة الأكارم، وأنت في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وضع، مهما تكن الظروف حرجة، ومهما يكن أعداء الله أقوياء، ومهما ينطؤون على حقد دفين لا يعلمه إلا الله، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن نحن مع كلمة في هذه الآية، أليس الله بكاف عبده؟ على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعات، في أي مكان، في أي زمان، في أي حال، في أي ظرف، مهما يكون الوقت الظرف عصيبا، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. دور الكفار دائما أنهم يخوفون بالذين من دونه. ويكفينا وصفا دقيقا لهؤلاء الذين يبدو أنهم أقوياء، وصف دقيق، هم جميعا دون الله، دون الله في كل شيء. إذا تحققت فلا وجود لهم إطلاقا مع وجود الله، قوتهم مستمدة من الله عز وجل، حركاتهم وسكناتهم بيد الله عز وجل، إقدامهم وإحجامهم بيد الله عز وجل، ظهورهم واختفاؤهم بيد الله عز وجل، بطشهم ولينهم بيد الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا الذي يجعل المؤمن شخصية فذة، هذا الذي يبعد المؤمن عن النفاق وعن التملق وعن الخوف وعن الخنوع وعن الاستخزاء. هذا الإيمان، أليس الله بكاف عبده؟ يعني كنت معه وأصابك الضيم، يا ربي كيف أفتقر في غناك، وكيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أضام في سلطانك، كيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أفتقر في غناك، وكيف أضام في سلطانك. هذا معنى قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ يعني هل تعرف إنسانا واحدا على وجه الأرض اعتصم بالله وخذله الله؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك في نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا،
وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. أتحب أيها الأخ الكريم أن تكون أقوى إنسان على وجه الأرض؟ والله إن هذا في متناولك. كن مع القوي، كن مع القوي تكن قويا. أتحب أن تكون عزيزا؟ كن مع العزيز. أتحب أن تكون غنيا؟ كن مع الغني. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقوا الله. أليس الله بكاف عبده؟ يعني جهة من جهات الأرض، إذا خدمتها لا تنسى خدمتك لها، لا تسلمك لخصومك، لا تضحي بك، لا تتخلى عنك. أهل الدنيا، أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل، فكذا من جماعتنا لا يتخلون عن بعضهم بعضا. خالق الكون، خالق الكون، الذات الكاملة، العزيز القوي الرحيم، يتخلى عن المؤمن، يسلمه لخصومه، يجعل لخصومه سبيلا عليه. أين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فإذا كان لهم سبيل فلنقص في الإيمان، نقص في العبودية، نقص في الطاعة، خروج عن منهج الله، ضعف في العقيدة، ضعف في التوحيد. وهذا الذي نراه من تسلط أعداء الله على المسلمين إنها صعقة من أجل أن نصحو. أليس طبيب القلب يصعق القلب لعله ينبض، لعله يتحرك، لعل الحياة تدب فيه؟ وكذلك هذه الشدة التي يعاني منها المسلمون لعلهم يصحون من غفلتهم، لعلهم يعودون إلى ربهم، لعلهم يقفون على أبواب ربهم تائبين خاشعين. هذه هي الحكمة. ينبغي ألا نسيء الظن بالله عز وجل، ينبغي ألا نظن أن الله تخلى عن المسلمين. ولو سمعت أنهم يقصوا عليهم أعداؤهم في مشارق الأرض ومغاربها، أليس الله بكاف عبده؟ أما حينما يقصرون، حينما يعصون، حينما يشركون، حينما يعتمدون على أشخاص لا يحبونهم، ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. الحقيقة أيها الإخوة أنه تكشف لجميع المسلمين أن خصومهم لا يرحمونهم وينطوون على حقد دفين. فلذلك علينا أن نكون عبيدا لله حتى يكفينا الله كل مؤنة، حتى يكفينا كل خصومة وكل شدة نعانيها من خصومنا. ويخوفونك بالذين من دونه، إذا شأن الكفار التخويف. أنت بإمكانك أن تمتحن الذي يكلمك، أهو مؤمن أم كافر؟ مؤمن أم مشرك؟ مؤمن أم عاص؟ إذا طمأنك إلى أن الله لن يتخلى عن المؤمنين فهذه علامة إيمانه. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذي يخيفك من زيد أو من عبيد يظهر لك قوته وبأسه وبطشه ووعيده،
أما الذي يدفعك إلى معصية الله إرضاء لزيد أو عبيد فاعلم علم اليقين أنه ضعيف الإيمان إن لم نقل عديم الإيمان. والدليل ويخوفونك، المؤمن الحق لا يخوفك إلا من الله، وغير المؤمن يخوفك من أشخاص كثيرين، هذا إياك أن تغضبه، وهذا إياك أن تستفزه، وهذا إياك أن تعصي أمره ولو أمرك بمعصية. هذا كلام أهل الدنيا، هذا كلام الجهال، هذا كلام الفساق، هذا كلام المشركين. ويخوفونك بالذين من دونك،